زي ما بيحصل نضج للواحد في حياته، انه يبقى عايز يمشي صح وعايز يعمل حاجات صح وعايز يريح دماغه، مش عايز مشاكل، بس مش عايز مشاكل دي ما تندرجش تحت انه يبقى جبان. يعني في فرق بين ان انا دلوقتي ابقى مذيعه، ابقى مخليه بالي ايه اللي يتذاع وايه اللي ما يتذاعش، وان انا ابقى ماشيه جنب الحيط او خايفه. زي امبارح بتفرج على مش امبارح يا رب اه امبارح بشوف على الانترنت كده، فلقيت فيديو للقديره لميس الحديدي، فبفتحه كده. انت عارفين انا ماليش في السياسه خالص ولا الحاجات، وهي ضليعه جدا جدا في السياسه والاقتصاد وبتاع. يعني انا قلت قبل كده اكتر واحده تعمل الحاجات عن البورصه بتتكلم عن البورصه وعن الاقتصاد فلقيتها بتقول ايه، بتبتدي الفيديو بتقول ايه، بتقول انا هقول الكلام ده واجري على الله، ولو ما طلعتش بكره مش مهم، بس هقول الحق وخلاص. وكانت بتتكلم على ان هناك يعني انعدام وعي سياسي حوالين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان اللي بيحصل ده ان ما فيش وجود حقيقيه لاحزاب سياسيه موجوده على الارض. واسترسلت. بعد ما خلصت خالص لقيت نفسي والله العظيم حتى الموبايل كده وبسقف اني موافقه جدا على كلامها، وبسقف لها انها قد ايه لغتها صح وكلمت صح، ولو ما ينفعش تمسك عليها غلطه. فانا نفسي ابقى، والناس دي عدت 3/4 حياتها من غير مشاكل، مع انها خاضت في حاجات جامده جدا، بس كانت عاقله. انا مجنونه، انا بعترف مجنونه في اني عايزه الحق وعايزه الصح بسرعه وكده وزي ما هو والناس تقبلته وما تقبلتش هي دي الحقيقه وحاجات كده. طلع انه مش صح بالمهازل اللي انا طبعا شفتها في حياتي.